كان يا مكانا على مر العصور والأزمان، كان هناك أخا شريرا. حدثت قصة مع الأخ الشرير وأخاه الطيب. فإن كنت تريد مشاهدة هذا الفيلم الممتع، انزل حط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس واستمتع بهذا الفيديو. كمل كمل اسكت. ايه مالك يا بابا؟ في ايه يا بابا؟ ايه يا بابا؟ في ايه يا ابني؟ هات لابوك يا ابني شويه ميه، الله يخرب جيب له بيتك. ميه جيب له ميه جيب له ميه. بابا بابا خد يا بابا بابا هو بابا تمام بابا اشرب. تمام وسع يا مروان وسع. امسك امسك يا بابا. يا حي ها يا بابا، حاسس بيه؟ كان في شيء بحلقي يا اخي، ابصر كيف يا ولد. يا بابا انت كل يوم بتكح يا بابا، ايه اللي شايفه حالك يا بابا؟ انت شكل بطنك بتوجعك حاجه زي كده، انا مش عارف. بابا لازم نوديك لدكتور يا بابا. بابا قوم يا بابا. بابا تعالى تعالى تعال نوديك لدكتور يا تعالى بابا. تعالى على كتفي على كتفي على كتفي. تعالى يلا معاك يا بابا يلا. بابا يا بابا انت مالك يا بابا؟ بقالك يومين يا بابا قاعد القعده دي. بابا بابا يا ولادي يا ولادي، انا بقولكم شيء بس لا تزعلوا ماشي. نعم يا بابا قول. انا حاسس انه ما راح ادوم لكم في الحياة، لازم تتباركوا مع دي تتباركوا مع يا بابا بعض. انا هخلي بالي منه، انا هخلي بالي منه. بس يا بابا بالله عليك انت مالك؟ انت مالك يا بابا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه معناه انت يا بابا؟ فهمني يا بابا. يعني ما راح ادوم، يعني راح اموت هو ليه قريبا. تموت يا بابا؟ ده هما شوية تعب وهيروحوا. والنبي يا مروان قول له حاجة يا مروان. ما تخافش ما تخافش يا عم الحاج، هنساعدك ان شاء الله. انت خايف يا من نقول ان انت الله يا اخي، ايه؟ يعني مش كفاية امي انت كمان هتروح؟ طب ريح يا بابا، ريح يا بابا، ريح ريح بس يا بابا، نام رايح اقعد اقعد ريح يا اقعد. بابا ريح. يا الله انزل هات لابوك ميه. اقول لك خليني انا الصغير، بص انا انا هروح اجيب له ميه. خليك انت، خليك انا هجيب له ميه، انا الصغير. يوهو يا اخي لو ابوك مات طيب يعني ايه اللي هيحصل؟ مفيش ميه، هروح هروح اشتري ميه وهاجي. بابا بابا اسمع اسمع. بص بما انك كده كده انت تعبان، ما تخافش انا همسك البيت، بس في الاول هعمل حاجة حلوة. يعني لا يا ولادي، البيت هيبقى بتاعي اخيرا اخيرا، حاجة تبقى بتاعتي، كل الثروة تبقى بتاعتي. يا اخي الجو بينطر في اوقات مش مناسبه. انا كنت بجيب ميه، انا اقف في الحته دي شويه عشان النطره دي تخلص. مش هتخلص، انا هجري على جوه بسرعه. نضف هدومي يا اخي، اقلع البتاعه ديت مليانه ميه. هطلع لبابا بسرعه اجيب له الميه عشان كان قاعد بيكح. لا ده في مطره هنا برضو. عادي عادي عادي. ايه في يا مروان؟ مروان انا اول مره اشوفك بتعيط، انت اخويا الكبير. في ايه؟ ايه في ايه؟ بص الأعمار الأعمار بيد الله، يعني أبوك اتوفى ابويا مات؟ وتبرنا ابويا مات وانا عندي 13 سنة. يعني انت كبير انا صغير. يا الله، طب انت عملت فيه ايه دلوقتي؟ وديته فين؟ وانا عملته ايه؟ انا عايز اشوفه ابوك. افتكرناه خلاص، ايوه كتير قوي. بابا كنت بجيب لك ميه. الله يرحمك يا بابا، انا مش عارف من غيرك دلوقتي اعمل ايه في ام الحياه الزفت ديت. واخويا الكبير يعني كل يوم بيضربني وكل يوم بيعمل معايا حاجات وحشه، مش عارف ايه القرف دوت. اخ يا ربي، الحمد لله. طيب الحمد لله. كامل تعال هنا. ايه ايه في ايه؟ بص يا كامل، بما ان انا اكبر واحد في العيلة، فانا البيت ده يعتبر بتاعي. ايوه ما هو بتاعك. تمام بما ان هو بتاعي، فانت مالكش مكان في البيت ده ولا فلوس. اطلع ازاي؟ بره ازاي ماليش مكان في البيت؟ اطلع بره، ازاي؟ طيب اخد حاجتي. طيب ما تاخدش اي حاجة. لا بس ازاي ماليش مكان في البيت ده؟ ومش بابا قال اللي احنا انا وانت نقعد ونخلي بالنا من لا بعض؟ انا الكبير اللي بلا قرر. انت تقرر يعني انا ازاي ما اقعدش في بيت ابويا؟ يعني هبقى فقير يا مروان. روح في داهية، ما اشوفش غير ايدك تاني. وانا اللي جاي اشوفك هقتلك. يلا
ليه كده طيب؟ يعني بعد كل اللي عملته معاك تعمل معايا كده وتطردني؟ طب انا دلوقتي هعيش فين ولا هعمل ايه؟ طيب ماليش حد في ام البلد دي طيب غيرك يا مروان. ايه ده؟ ايه ده؟ المويه جت على السرير. ايه ده؟ ايه ده؟ يا ربي جوفي منطر. خليك هنا يا فرخه، خليك هنا، ما تجيش تحت المايه. يعني يا ربي كنت بخاف من المايه وكنت بتدارى في البيت الكبير، دلوقتي هبقى في البيت الصغير معيش غير الفرخه. يا ربي الحاله اتقلب من غني وبقيت فقير. ليه اخويا الكبير بيعمل معايا كده؟ ليه؟ هو انا عملت له حاجه وحشه من بعد ما بابا مات؟ ايه القرف دي؟ يا رب يا رب بحق جانب يا رب، من المطر بتمطر، بيقولوا ان اي دعوة بتدعيها بتتحقق. يا رب والنبي يا رب، زي ما اخويا عمل فيا يجي يوم وانا اعمله فيه. يا رب والنبي يا رب. امتى يا رب بقى اشوف اليوم ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حوالي بيتنا، حوالي بيتنا بيتحرق. ايه ده؟ في ريحة تجي على البيت. يا اخويا 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 اخويا، لا 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 اخويا، تعال من هنا، تعال 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 من هنا، تعال من هنا، تعال تعال، بس انا خد الفلوس الاول، خد الفلوس الاول، اجري خد الفلوس. انا مناخيري وقع يا اخويا. يا عم اسكت اسكت بقى، الله يخرب بيتك، مش كفايه اللي عملته فيا؟ تعال خد خد اي حاجه واجري بسرعه، اجري خلاص، تعال اجري 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 اجري، تعال من هنا، تعال من هنا، اوف 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 اوف، تعال البيت. بص ده كله بسببك، ده كله بسببك، يا لهوي ده كله بسببك، صح صح مش بسببك، ده مش بسببك، بسببك كل اللي حصل فينا دوت. هو ايه اللي انت مالك يا لمبي؟ انت عبيط ولا ايه؟ مش انت اللي عملت فيا وطردتني من البيت وفي الاخر شفت ايه اللي حصل؟ عشان تعرف ان ربنا ما بيسيبش يا حيوان. والله لا اخد الفلوس دي واطلع اجري، ولا عايز اعرفه تاني. فلوس فلوس، اجري اجري اجري، راح فين؟ اجري، راح فين الكلب ده؟ انا هستخبى في البيت وهو مش هيعرف، استخبى بسرعه واقفل الباب وهو كده مش هيعرف. بس اخيرا عشان تعرف ان الحال بيتقلب، حتى لو انت ايه الحال بيتقلب. استخبى يا فرختي استخبى. بقالك كتير اوي ما نمتش على السرير، الحمد لله. اخيرا، بس مش عارف ايه ده، الصوت ده فلوس يا مؤمنين، فلوس يا مؤمنين، مين ده؟ خد خد خد، اخويا اخويا الكبير، اي فلوس، تعال 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 هنا، وراك وراك وراك، تعال هنا تعال هنا يا شحات، تعال. ها مش فاكرني؟ استنى بص كده، اخويا اخوك، سرقت الفلوس. هو ايه اللي سرقتك يا حبيبي؟ مش انت اللي عملت فيها كده؟ وكما تجين تدان، شفت في الاخر انت بالنسبه لي شحات شحات. عايز فلوس، شفت الحق، عايز فلوس، رايح فين؟ خد خد، بص خد، استنى بص، امسك خد، يلا 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 يا شحات، يلا يلا، اعمل بيها ايه دي؟ يلا امشي، يلا 5 جنيه هتاخدها، مش تاخد غيرها، يلا امشي شحات كلب حقير. شفت شفت، بما ان ايه الدنيا اللي يحصل فيها، الدنيا هتلف وتدور، وزي ما جه يوم ليك هيجي يوم عليك. يا الله، لما حد يشوف حاجة زي كده نحمد ربنا ونقول الحمد لله. ولينا كنا ساعة الفيلم، يا رب يكون الفيلم عجبكم، ما تنساش تعملوا بزر لايك وكومنت واشتراك بقى وشير وكده، يعني لو كنت عمرك قناة. طبعا متشكر لحمودي سكاي، ومتشكر لمروان توب ليجند، ومتشكر لفيكس واي تي اللي هو ما جاش بس هو كان معانا في المكالمة. متشكر لكم جدا يا شباب على الدعم في الفيديوهات اللي فاتت، ومتشكر لكم على الدعم في سلسلة سكاي بلوك، وهنكمل فيها، هنكمل في سلسلة سكاي بلوك. اتمنى توصلوا لمقطع ده فوق ال 5000 لايك تقدوا دود. طبعا كانت فكرة المقطع بتاع النهاردة، الأخ الغني والأخ الفقير. طبعا زي ما انتم عارفين الحال بيتقلب من حال لحال، مهما حصل الدنيا بتتقلب، الدنيا دوارة يا حبيبي، ولما يوم ليك يوم عليك. طبعا يا شباب أهم حاجة تهتم بأخوك الصغير، لأن أخوك الصغير يعني مش هقول لك ايه، حاجه كده فرحه وسعيده. فعايزين تقولوا حاجه يا شباب؟ عايزين تقولوا حاجه؟ محدش فيكم عايز يقول حاجه؟ ألف لايك. قنوات الشباب تحت في الديسكريبشن، اتمنى تروحوا تشتركوا فيها. فاشوفكم الفيديو الجاي على خير الله. وهتلاقي شباب طبعا يعني اي فكره عندكم اكتبوها لي تحت في الكومنتات، وانا باذن الله هحاول انفذها زي ما نفذت الفكره اللي فاتت. اشوفكم المقطع الجاي على خير الله. سلام احنا اولين دوم بعدينا، مخلصين ومفيش زينا احنا.
اللي نفذنا عالساحة هنعمله دوسة تحتينا هنعمله دوسة تحتينا ولا 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 ايه وش ورينا اخرك ايه احنا قدامك بننفذ والترند خدنا عليه والترند خدنا عليه.